في مؤتمر صحفي له اليوم بصنعاء جدد الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه عبد الجندي وقوف المؤتمر وأحزاب التحالف مع الحكومة والرئيس هادي في الحرب التي يشنها الجيش على مسلحي القاعدة في محافظتي أبيان وشبوة. كغيره من الأطراف السياسية، ما زال المؤتمر الشعبي العام يعبر عن حرصه على المشاركة في إبداء المواقف والآراء من مجريات الأحداث التي تشهدها البلاد اليوم. وفي المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عبد الجندي، عبر المؤتمر عن موقفه من الأحداث الدائرة بين الجيش وتنظيم القاعدة، وعن موقفه من مواقف الأطراف السياسية من ذلك، مع فارق وحيد هو أن تعبير المؤتمر الشعبي العام عن المواقف عادة ما يختلط هنا بنكتة الجندي. المؤتمر الشعبي العام تساءل أيضا لماذا تأخر التجمع اليمني للإصلاح عن إدانة هؤلاء الإرهابيين، ولماذا كانت إداناته تعتمد على العمومية وعدم الدخول في التفاصيل. هم شو يقولون؟ عبد الجندي ما تكلمش، قلنا عبد الجندي يسكن الله، لكن انتم حزب يهز الدنيا عزوز. الجندي وفي قراءته لبيان المؤتمر تحدث عن نقاط كثيرة تتعلق بأوضاع البلاد، فقد تطرق لجوانب متعلقة بالحكومة وبأزمة المشتقات النفطية وبقطع الطرقات، مشيرا إلى مشاركة أطراف سياسية وعلى رأسها التجمع اليمني للإصلاح بتدمير المؤسسات ونهبها وما إلى ذلك من القضايا الواردة في قائمة المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام أدان حوادث الاغتيال، سلسلة من حوادث الاغتيال، ووصف بأن 233 عضو من أعضائه القياديين في معظمهم قتلوا في هذه الأحداث. وزير المالية صخر الوجيه كان محور الهجوم الأبرز في مؤتمر عبد الجندي اليوم أيضا، فقد وجه له أكثر من رسالة. اليوم نحن أمام أزمة مشتقات نفطية، لكن لماذا فعلا هذه الأزمة؟ لأن الدعم من ربع الدعم من 2013 حتى هذه اللحظة ويصل إلى ما يقرب من 30 مليار ريال لم يسلم. سياسة صخر الوجيه، اصرف ما بالغيب يأتيك ما بالغيب. يا صخر الوجيه، هذا عصر يقال عنه عصر ما بعد الذرة والخلية، عصر الجينات والإلكترونات والمعلومات. توالت التعبيرات عن المواقف في المؤتمر الشعبي العام، وهي تعبيرات لها رؤيتها وقراءتها من قبل الأطراف السياسية ومن قبل كل فئات المجتمع اليمني الذي أصبح يفهمها فهما دقيقا ويفهم أبعادها ودلالاتها. معاذ نصر، حصاد السعيدة.